تنضم إلينا من بيروت ماري سالم المحللة المالية للشرق الأخبار. أهلا وسهلا بك ماري. يعني أبدأ معك مع بيانات التضخم التي صدرت من السعودية، رغم أنها جاءت مرتفعة يعني ماري، إلا أنها تبقى دون مثيلاتها في الولايات المتحدة وفي الأسواق الأوروبية. كيف نفسر ذلك ماري؟ يعطيك العافية فهد. يعني فعلا هلا ما فينا نقارن أرقام التضخم الموجودة عندنا بالمنطقة بأرقام التضخم الموجودة بأمريكا. يعني 9.1% بالأمس كانت أرقام جدا عالية وأثرت بشكل جدا سلبي على الأسواق مثل ما شفنا. يعني كانت توقعات إنه يمكن يكون التأثيرات تبع هذه الأرقام أكبر بالأسواق المحلية والخليجية، ولكن ما شفنا هذه الصورة. يعني شفنا نوع من تماسك بالأسواق الخليجية. هلأ بالنسبة للسعودية، سبب التراجع اليوم بالأسواق يمكن هي أرقام التضخم اللي صدرت، ولكن إذا نطلع عليها عن كثب أو اندبث أكثر حنلاقي إنه الشهر الماضي كان 2.2% وهالشهر 2.3%. بظل اللي عم بيصير عالميا وبظل أزمة التضخم اللي عم نشهدها عالميا، هيدا الارتفاع ما زال ضمن المقبول، منه شيء بيخلق خوف أو هلع عند المستثمرين أو حتى المستهلكين. يعني ما زلنا ضمن النطاق المعقول. هلأ بالنسبة للبعض أنه السبب الرئيسي للارتفاع هو من قبل قطاع الارتفاعات اللي أثرت على قطاع الأغذية والمشروبات اللي هي 4.4%، هون ممكن تخلق يمكن نوع من القلق عند بعض الناس، ولكن ما زالت يعني محصورة بهذا النطاق. يعني بالعكس أنا بتطلع مثلا على النسب اللي موجودة بال statistics، في عندنا قطاع التعليم في عليه زيادة 6.2% والمطاعم والترفيه 4.9%. يعني النسب عم تتراوح. هلا بالنسبة للمستهلك أكيد حيطلع على الأشياء اللي هي بتهمه بالدرجة الأولى، ولكن حتى تأثيرات الأرقام على السوق منا يعني تأثيرات كبيرة. يعني عم نشوف تراجعات طفيفة، ممكن بعد إنه بنهاية الجلسة نشوف الصورة عم تنقلب. أحجام التداول فهد بعدها بالأسواق الخليجية جدا ضعيفة. يعني عنا بالسوق السوق المالي بدبي وبقطر أحجام التداول أو قيمة التداول بعد ما تخطت 100 مليون درهم أو 100 مليون ريال قطري. يعني ما زلنا عم نلاقي حذر عند المستثمرين بهذه الفترة، خاصة أنه من بعد بيانات التضخم تبع أمريكا امبارح رجعنا نشوف الطروحات رفع الفايدة بواحد بالمية أو 100 نقطة أساس ترجع على الطاولة. يعني بعدنا عم نشوف هلأ بيوت خبرة واستثمار عم ترجع تطرح هيدي الفكرة على الطاولة، وهون بتخلق القلق عند المستثمرين. بس أحجام التداول بعدها ضمن المعقول، يعني ما عم تفرج هلا عنور. من الواضح ماري انه لا يزال هناك حاله من الترقب، يعني ان كان على مستوى الاسواق العالميه او حتى الاسواق الخليجيه. ماري سالم المحلله الماليه للشرق المتواجده في بيروت، شكرا لك على هذه المعلومات.